دلوقتي قاعده على الجسر، اروح عند مين ما لقاش حد، كل اللي يخبط على بابه يقفل الباب ويقول لا يلا بقينا مجرمين في القانون. وبعد كده ما لقاش حته اقعد فيها انا واولاد ولدي، ولا اولادي قادرين يصدوا كل سمك والعيال دهيات ما لقيش نوكلها، نعمل ايه طيب دلوقتي؟ نروح فيها احنا ما لقيش نبني حيطه دلوقتي، ما لقيش ناكل اصلا، والله ما فطرنا يا اب دلوقتي. عيل من مراكيه ومعايا عيال لما تقرا، ولا احنا حراميه ولا مسجلين خطرين ولا حاجه، واصل ومتقبنا. مصدر رزقك يعني البحر، البحر نصيد نصيد سمك انا واولاد واولاد اخويا وعلى دي الحاله وجهدوا البيوت، وما فيش حاجه وما فيش ما فيش اذن نيابه معاهم، ولنا قرار ازاله لا في الري بتاع المنيا، وما فيش ما فيش، وكلمنا ري المنيا وكلمنا رئيس مجلس المدينه وكلمنا السكرتيه وقالوا ما لكمش حاجه، ضد الضباط قالوا ان احنا كانوا في العوامر وجابونا، قالوا راح نهد عند واحد اسمه محمود عبد الله ونزلونا بالعافيه اجباري. ست انا جيت اما اقول له يا سعاده البيه ده في بهايم هنا، وده راجل صاحبه ميت ادله 30 سنه مبني، قال لي ما مشاتيش هرمك البحر زي ما رمانا الحاج. قلت له حرام عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. جاره وراي حد هناك هقبلي، وكان معي واحد تاني طيب برضه جاره وراه وزعطنا. طيب نطلع البهايم، قال اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، وهنهد واوسع ما معاكم هاتوا، احنا ناس ظالمين، معروفه الحكومه ان هي ظالمه. اهي اللي ما يجيب سمك من هي، ادي اللي شغل بيها. واختها ثلاثة كانوا فريش ولا عاملين لهم حاجة، رموهم المية، رموهم البحر، والله رموهم البحر. دي اتناولتهم انا، دي اتناولتها انا دي من المية دي، اجعلتها الكبيرة سلفها ب3000 جايبها الكبيرة، كان مصدرها الاولاد والغلاب. ما قدرتش اجيب، خدها الشوال وعمل من بحر حسبنا الله ونعم الوكيل، وجازف السجن حابسينه واخدينه ظل. انا معانا اربع عيال وصغيرين كلهم مات ورا بعضيهم، وهم كل يوم يجي ويهدوهم ويخلونا كل دقيقه نجري في الزرع ونجري كوم، ما قادرينش نقعد منهم. هنعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اها زي دي وصغير عندها هوات، ولسه انا لسه دي 20 يوم والده وقطع بطني، يعني هنروح فين؟